Спочатку шок. Замороженість. Ні фізичний, ні душевній болі не було місця. Це був ступор. هربت كم مرة من البيوت بتاعت الشباب دي وبروح، يعني بقول خلاص تيجي زي ما تيجي، عايز حاجة تطلعني من العذاب ده. حس اجبار به ترک وطن مثل این است که دکتری به تو بگوید اگر می خواهی نجات پیدا کنی باید این اجازه را به ما بدهی که عضوی از بدنت را قطع کنیم. نو بیژنیت это очень тяжёлое испытание, это путь крайне нелёгкий. И вот ты всё как-то изменилось и ты начинаешь вот терять себя. Все там осталось. А тут ты снова, ты просто вот новый человек и... كلنا عندنا بصمات أصابع. بدنا نطلع عليهم من قريب. نعرف إنه قديش إحنا فريدين من نوعنا. ما في خط بيشبه التاني ولا حتى بصمات أهلنا. من خلال هذا الاختلاف والتشابه المسيلين نرتبط ببعض ونكتشف مسارات تانية.